والله اليوم الدولي هذا ما أعرفه، لكن التعليم بشكل عام مهم. اليوم الدولي والله ما عندي إجابة للأمانة. أنا ما عندي وجهة نظر بالنسبة لهذا الموضوع أبدا نهائيا، لكن أعرف أن التعليم مهم. يعني ما أعرف، لكن ودي أعرف. والله ما أعرف شيء صراحة، ما أعرف، بس أبغى الإجابة المعلومات منكم. يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم في 24 يناير للمرة الرابعة، ويعتبر هذا اليوم هو أحد أهم المناسبات العالمية، حيث يؤكد أهمية التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول العالم، ويهدف الاحتفاء به في كل عام لتحسين جودة مخرجات التعليم وحماية حقوق كل طالب وطالبة في كافة بقاع الأرض. وسيكون شعار احتفال هذا العام تغيير المسار، إحداث تحول في التعليم، ويناقش فيه مستقبل التربية والتعليم وإحداث تحول رقمي في المستقبل، إضافة لتعزيز التعليم بوصفه عملاً عاماً ومنفعة عامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى كل شخص لكي يتمكن من الإسهام في تحقيق أهداف اليوم الدولي للتعليم.